هاش بدها هاش بدها تمدي تست. مرحبا مشاهدينا مشاهدي صوت بيروت انترناشونال ومشاهدي بيروت سيتي عبر صفحات فيسبوك. نحن معكم قدام مدرسة لورم غيزل لمواكبة الامتحانات الرسمية اللي عم يجروها طلاب البكالوريا قسم الثاني، ونحن في انتظار وزير التربية عباس الحلبي. من المفترض انه يجي هلأ بهذه اللحظات ويفوت لحتى يطل على التلاميذ. الوزير الحلبي عم يحكي مع الأهالي. صباح الخير، كيفك دكتور؟ كيفكم؟ اليوم كيف رجعت تتأمنت المواكبة الأمنية للامتحانات الرسمية؟ كان على أساس ما في بتقصد موضوع البروفي لسبب البكالوريا؟ ايش الحال؟ الحمد لله لبينا معالي وزير الداخلية، مشكور مديرة لورم. أهلا وسهلا، كيف معالي الوزير؟ بصحتك. أهلا أهلا، كيف أحوالك؟ كيف المديرة حتى بتكون مندوبة المركز. إيه أهلا وسهلا فيك. يلا برافو معاليك. طب آخر شيء بالنسبة للبروفي شو تقرر؟ يعني بعد قررنا لهلا؟ إيه بعد ما قررنا بصراحة، عنا هاليومين ثلاثة بعد هني بالبريك. هلا خلينا بلا بس اخر ما هن ليعرفوا مصيرهم الطلاب. هل صحيح الخوف من الجهات المانحه هو خليكم تعملوا امتحانات البكالوريا وخليكم تلغوا شهاده البروفي؟ ما جابت نسبه نجاح عاليه؟ لا مش صحيح. صباح الخير. صح، كيفكم؟ شو عملتوا؟ انا حليت السلم. كيف شفتوا؟ كله منيح؟ مبسوطين كلكم؟ برافو عليكم، حلو، وجوهكم ضاحكة مبتسمة بين عليكم. يلا إن شاء الله بنهنيكم. برافو. شكرا لك، أحلى وزير. عسلامتك حبيبي، عسلامتك. شكيب؟ إذا امتحانات البكالوريا قسم الثاني هلا هن بالبريك، عندهم مادة اللغة الفرنسية وآدابها بعد شوي. شو كانت المباركة؟ قدمتوا اجتماع مش هيك؟ ايه بعد الأسئلة. ايه روا منيحة ومش ما في صعوبة فيهم يعني كثير. حكمة أشرفية والوزير. أنت شو الوضع؟ شو بدي خبر؟ أنا جاي أسمعك وجاي أطمن عليك. شو؟ ما في شيء، ما في شيء. في شيء سؤال جايكم خارج المنهج اللي عطوكم إياه؟ أو أو إذا في شيء صعوبة معينة؟ مين من الثانويات الرسمية هون؟ مين ثانويات رسمية؟ كيف لقيتوا الامتحان؟ سهل لعبوا لعبة كتير سهل كتير. الحمد لله. بس سؤال معالي الوزير، اليوم عم تصير الامتحانات بموعدها، بس نخلص الجولة، شو رأيك؟ خلص؟ هلا بدنا ننطر، في قسم بيكون بعده عم بيسلم خلصوا نزلوا. ليه بدهم وقت؟ بدنا هلا مثلا نفتح قديش البريك تاعه، بدنا ماكسيم على 10 دقائق يعني. طبعا ترددت معلومات انه الخشية من عدم دعم الجهات المانحة هي اللي دفعت به الوزارة الى اتخاذ قرار بعدم البت بالبروفيل، لانه اذا ما كانت نسبة النجاح عالية 91% فالجهات المانحة ما رح تدفع لوزارة التربية. وهديك السنة نسبة النجاح بالبروفي لم تصل إلى 70%.
وكان في رسوب 32% بالبروفي هذيك السنة. طبعا نحن سألنا الوزير عن انه كيف امنوا الحماية، لانه كانت احدى الذرائع لعدم اجراء امتحانات البروفي هي عدم وجود العدد الكافي من العناصر الأمنية لتأمين حماية المراكز، ولكن هذا الأمر لم ينطبق على إجراء الامتحانات الرسمية لشهادة البكالوريا القسم الثاني بكل فروعها. نحن بثانوية لور مغيزل بالأشرفية بمنطقة الشحروري، بالنسبة لموضوع حماية المدارس وتأمين الحماية، الوزير أول شيء ما علق، تفاجأ بالسؤال ورجع قال أنه الحمد لله أنه تأمنت. أما بموضوع البروفي إلى الآن لم يصرح الوزير، نحن رح ننطره لما يخلص الجولة على الطلاب حتى تتاح الأسئلة. طبعا بالنسبة للامتحانات الرسمية السنة الماضية كانت كتير سهلة، نرجع منقول انه المصادر تؤكد بانه السبب هو الخشية من الجهات المانحة بوقف الدعم لوزارة التربية في حال لم تصل نسبة النجاح إلى 90%، لذلك التلاميذ عم يحكوا كلهم عن إنه الامتحانات سهلة. الحمد لله على عملت منيح. منيح يا عبد الله. يلا معي وزير يعني كفي هيك إذا بدك، لأنه هذا المبنى حتى ما نطلع كثير. كيف شفتوا الأسئلة؟ لا في حدا معترض؟ لا لا شايفين. نحكيه بالوقت كامل. أنا بديت نحكيه بالوقت كامل. قول له معالي. بقول أمي أبغى كتير منيح. شو بدك؟ ماما أنا أبغى كتير منيح وأسكر الفحص. حدا بدل له لأكل شيء؟ لا لا. أنت عم تضحك بدك تقول شيء؟ لا لا. يعطيك العافية. كيف هيك معك؟ هذا المبنى هو 3 أبنية بس عاملين حزاك. لا كل شيء. قربي قربي شوي. تعي تعي. تعي. عملت. تعي. إيه. شو عملتي امتحان اجتماع؟ إيه. وكيف كانت الأسئلة؟ سهلة. سهلة كتير أو شوي؟ يعني أنت عادة قد إيه بتجيبي مجموعة عادة؟ يعني أنا كنت أطلع على الأولى بأول السنة. يعني رح تلاقيها سهلة. سهلة ما رح تلاقيها صعبة. قد ايه عمري؟ 17. ما شاء الله. وشو ناوي تعملي بالجامعة؟ نيرس.
إن شاء الله موفقة. شكرا. إذن نسبة الغياب متدنية جدا بحسب ما قال رئيس المنطقة التربوية للوزير. نسبة الغياب كتيرة؟ لا نحن عنا بعد يعملوا لنا الوزير، في عنا المنهج الأجنبي باك فرنسي ما هو قدم وخلص، إذا نجح ما بيقدم مكري بني، والطلبات الحرة بيقدموا حر بس مش كله بيحضر. شكرا. احكوا مع الوزير قولوا له صعبة هينة. انت شو رايك؟ رو صعب او لا؟ هينين كثير هينين. ليه بتجيبي مجموع عاده بالمدرسه؟ تراز دوز بس هلا بجيب اكثر بالرسمه مفروض. ميرسي. يعطيكم العافية. حدا بده يشيل؟ ميرسي على الأسئلة. يعني شو قلتي؟ ميرسي على الأسئلة. طبعا الطلاب والطالبات عم يشكروا الوزير على سهولة الأسئلة وأن الأسئلة سهلة. نيحة سهلة. خلينا نروح نلمع الشقة اللي برحنا عليها. ناخد لقصات لعنى. الوزير يتفقد أحوال الطلاب يطمئن إلى
حسن سير الامتحانات في كل الصفوف تقريبا. بس جينا على الأشرفية أول مرة. مركز العمل مع الوزير مش حساب ال. بس المسافة. نحن هون كيف الامتحانات؟ منيح. قد ايه بتجيبي مجموع بمدرستي؟ 17. رح تلاقيها سهلة أكيد. أي مدرسة؟ هي سهلة بدي أعمله للفحص قبل. فيه خلص؟ عم يسمحوا لكم بالتنقيل؟ عم تتنقلوا؟ ايه؟ طيب وين حاجه؟ ليه هالسؤال؟ ليه؟ سألنا الطلاب اذا عم يسمحوا لهم بانهم يتنقلوا عن بعض، فكان الجواب انه لا. بعد في هيدا الصف وبيرجع الوزير بينزل ليصرح. ما
إذن إلى غرفة الأساتذة سيتوجه وزير التربية للتصريح هنا. تفضل معلم. تفضل معلم. هون عم نعرض. وين ما بدك. يلا محمد قلنا اسمك. معليك. يلا هلا بنحكي. معليك هذا. إيه بحكي بالله. هلا خلص معهم إحنا نأخذك لايف بس. نبلش نسأل. فوت رامي. نحن لايف مع عليك. اهلا وسهلا فيكم وبشكركم. جيتوا غطوا هالاستحقاق الوطني والتربوي واللي بتمنى انا ان يستكمل اليوم وبكره والخميس ويصير وننجز هالامتحان، لانه هذا بيخولنا انه تلاميذ لبنان اللي هو من حقهم ان يحوزوا على شهاده تخولهم الانتقال من مرحله التعليم الثانوي ما قبل الجامعي الى المرحله الجامعيه والتعليم العالي. فانا بشد على ايد التلاميذ، سالتهم بمركز هون اللي فيه حوالي 369 مرشح، سألتهم هل كان في صعوبة بالامتحان، قالوا كلهم انه اجا ضمن المنهاج بالعلوم الاجتماعية وكانوا مرتاحين للنتيجة اللي عطوها. وانا انبسطت لانه شفت انه الابتسامات تعلو وجوههم محل ما فتت بالصفوف، كانوا عم يقابلوني بابتسامة انه الامتحان كان منيح. قد ايه الجهات المانحة طلبت نسبة؟ خليني كفي. الشغلة الثانية اللي بدي اقولها انه لو ما وزارة التربية كانت عازمة على تنظيم هذا الامتحان ما كان صار، بقيادة المدير العام اللي هو رئيس اللجان الفاحصة، رئيس دائرة الامتحانات والمناطق التربوية مع الهيئات التعليمية اللي لبت الطلب. ونحن عنا عشية 8600 بين مراقب عام، رئيس مركز، عضو لجنة فاحصة، وبكرة المصححين. هيدي عملية متكاملة تضافرت كل الجهود حتى نتوصل إلى إنجاحها. عنا 236 مركز في جميع الأراضي اللبنانية. لم نبلغ للآن إلا عن أشياء كتير بسيطة. نحن اتصلنا بالقوى الأمنية اللي عم بتتابعها، وأنا كمان بحب أكد أنه بزيارتنا الأولى لمركز ثانوية شكيب أرسلان نقل أحد المواقع الأخبار أنه في شبان تعرضوا إلى سيارة وزير التربية. يعني معلش هني 5-6 عيطوا وقالوا انه
هذا الامتحان غير عادل، ربما عندهم وجهة نظر، ولكن ما صار في تعرض، لحقت السيارة بس ما صار شيء خلافا للخبرية اللي طلعت بالبلد واللي بلشت تتوزع، لأنه يعني ما له معنى أنه نكبر العملية، هي ماشي ونحن هاو الشباب الرافضين مندعيهم إلى الهدوء، لأنه البلد فيه من العصفورية ما يكفي. مع الوزير معاني في اختلاف بين الاختصاصات، شفنا طلاب الألقاس عم بيقولوا كان في، وأنا بدي أقول شغلي استكمل الحادثة الصغيرة، لو كانوا من المرشحين كانوا داخل مراكز الامتحان، ولكن يبدو أنه يعني مدفوعين، خليني ما بدي سمي مأجورين ولكنهم مدفوعين. نعم، رسالة سياسية بتعتبر، ما رح أعتبرها شيء، بعتبرها شوية مجموعة معترضة، بالحقيقة كانوا مش أكثر من 5-6، مش عم لا عم نقلل ولا عم نبالغ، هذا هو الوقت. في اعتصام أمام وزارة التربية بخصوص هيدا الشيء، اعتراضا على أنه الامتحانات غير عادلة، فهي لم تأتي من عبث، فبالتالي أنتوا كيف سمعتوا صوتهم؟ هل رح تراعوا من خلال الامتحانات والتصحيح؟ نحن بكل تأكيد توجيه اللي انعطى للجان وضع الأسئلة هو مراعاة السنة الغير العادية اللي مروا فيها تلامذة لبنان، لا سيما في التعليم الرسمي، في ثانويات التعليم الرسمي، لأنه من نخاف على حدا، ما جرى في الثانويات هالسنة أنه في ثانويات استمرت بالشغل، في ثانويات استعانت بجمعيات لتقوية تلاميذها عند امتناع بعض أساتذتها، وفي ثانويات ما تلقوا لم يسدى لهم التعليم بشكل الكافي، وهودي الفئة ظلموا، ونحن منحاول أنه نخفف هذا الظلم عنهم عن طريق يعني مراعاة هذا الظرف، وهذا هو التوجيه اللي قلناه امبارح للجان، أنه راعوا الوضع اللي صار ولكن دون التعرض والمس بمستوى الشاهد الرسمي. طيب شو صار بالبروفي؟ آخر شيء، آخر الخبر. يعني أنا ما عندي شيء أعلنه اليوم، لأنه آخر شيء أعلنته نهار الجمعة يمكن، وقلت فيه أنه هناك 3 احتمالات حتى ما كررون، صاروا معروفين. بتأمل أنا أنه بهاليومين 3 نكون حسمنا الأمر برأي التربويين مش برأيي أنا، ليوجهونا وفق أي اتجاه. قدي طال بالجهات المانحة نسبة النجاح للبكالوريا؟ قدي طال؟ لا علاقة، هودي كله أقويل تخريبية بالبلد، جهات المانحة لا تتعاطى معنا إطلاقا، هذا مسؤولية وزارة التربية بجميع مؤسساتها، الجهات المانحة لا بتسأل ولا بتفرض ولا بتطلب. مظبوط انه في اتجاه لاعطاء الافادات اكثر بالبروفي، في صفحات كثير عم تتداول هذا الموضوع. شو هو الاتجاه نحو اعطاء الافادات، مش انه امتحان وطني او علامات مدرسيه؟ هذا اللي بدنا نعلنه بهاليومين 3 الله راضي. انه افادات؟ لا ما قلت هيك. طيب هل اتجاه افادات؟ هل تلقيتم اتصالات من تلاميذ ما لحقوا مواد معينه؟ لانه قلتوا اللي ما بيلحقوا. اجينا شويه شكاوي ولهيك نحن عم نقول مراعاة هذه السنة. سهولة الامتحانات يمكن ينبسطوا فيها التلاميذ، بس ألا تؤثر بعدين على مستقبلهم أنه تكون هالقد سهل؟ تكون المس بمستوى الشهادة. يعطيكم العافية وشكرا. إذن وزير التربية عباس الحلبي أنهى جولته على الصفوف، كان في تنقيل بالامتحانات؟ تنقلتم؟ إيه أو لا؟ لا أبداً أبداً. تنقلتم؟ تنقلتوا بالامتحانات؟ لا والله. ليه؟ ليش بدي اتنقل؟ أنا كيف كانت؟ لا سهلة. احكي لي أنا شو؟ أنا ماشي حالي الحمد لله سهلة. شو عملت أي امتحانات؟ أي فرع حضرت؟ أنا اجتماع اقتصاد SE. شو بعد لك مواد؟
بعد في انجليش وعربي وفيزيكس وفلسفه. اليوم بعد في انجليش بقى. اليوم بعد في انجليش عامل لك الباقيين كلهم. انا من اي مدرسه حضرتك؟ مدرسه معهد العربي. شرفنا. موفق. نقلتوا شيء؟ لا ابدا ما بحاجة تنقيل. ايه كيف كانت الامتحانات؟ هلا سهل، كله سهل يعني كثير. يعني لهلا سهل يعني مسهلين، يعني كنا متوقعين يجي اصعب واجى اسهل، يعني كثير سهل. يوم قد ايه انت بتجيبي مجموع بالمدرسه؟ بالمدرسه 14 15. وكيف لقيتي هون؟ لا هون اسهل من المدرسه، اسهل من يعني مستوى المدرسه اللي كنا عم نعمل. اي مدرسه؟ المعهد العربي. شكرا لك. حضرتك عملت امتحانات؟ صح. شو عملت؟ خبرنا شو كيف رضاك عن هالامتحانات؟ صراحة لقيتهم هينين، لأنه أنا دجا مدرسة خاصة فبيجوا عادة أصعب من هيك بكتير، فكتير استهونته إنه ما لقيتهم صعبين بالنسبة للاجتماع. يعني هيدا أول فحص لنا. أنت بأي مدرسة؟ الفرير جميزة. وكيف متوقع الامتحانات اللي جاية؟ انه ان شاء الله كمان على هالنص، انه منهم صعبين ابدا، بالعكس كتير هينين. شو بدك تعمل اختصاص بالجامعة؟ محاماه ان الله راد. شكرا لك. موفق. احكي لنا شو الوضع؟ ماشي الحال. كيف كانت؟ هينة هينة. من اي مدرسة؟ معهد العربي كمان. طيب شو بتقول لوزير التربية؟ بقول له صراحة انه في ناس انظلمت، في ناس عم تتكل على النقل وهي انظلمت. هو ما فتح المدارس لفترة وجيزة بيسمح له انه يعمل امتحانات، على صح مستوى كان سهل، بس بنفس الوقت ما بده يفكر انه في كسل، غير عن هيك في كسل من الاساتذة قبل من التلاميذ، بده يواجه المشاكل اللي عنده اياه قبل ما يبلش. ممتاز كلامك، بس لانه معظم التلاميذ قالوا له سهله وما في مشاكل، يعني ما بعرف ليه برايك بس التلميذ يشوف الوزير بصير يفرجيه انه الحياه كتير سهله وكله تمام؟ لانه واجهنا المستوى اللي هو كان عم يحكي فيه، نحن ما كنا موعدين هيك، نحن ركبنا الخوف اول شيء. نحن كان ركبنا الخوف بالموضوع. فبس لما شفنا المستوى اللي هو قدمه والتحضير اللي كنا محضرينه، نحن تلميذ مستوى مدرسة خاصة، لو مستوى مدرسة رسمية يمكن كنا حكينا غير شيء. في عنا رفقاتنا عرفنا منهم ان هن واجهوا صعوبات كتير. هذا كله اللي عندي له. شكرا لك. مين في مدرسة رسمية هون؟ كلها خاصة. ولا اي مدرسة؟ العزرية اشرفية. كيف كانت الامتحان؟ منيحة، المستوى تبعها مش عالي كتير، بيمشي مع الوضع اليوم. يعني شو يعني المستوى معالك؟ يعني مش ما فيه صعوبة قد السنين الماضية، بس على قد المستوى اللي نحنا كنا مدارسينه هالسنة، لأنه نحنا كمان الخاصة قطعنا بضغط مش طبيعي كمان. صح تعلمنا بس كان في ضغط علينا، في تقديم ما في تقديم، بندرس ما بندرس، كل يعني هذا الشيء نفسه كله بأثر. أكيد كله بأثر. قد ايه عمرك؟ 18. كيف كانت الامتحانات؟ هينة. من وين؟ من اي مدرسة؟ عزرية مثله. مجمعين مع بعضكم حضرتكم؟ كمان من العزرية. كلكم اسئلة؟ ايه. مرسي. موفقين. شو بتحب تقول؟ بحب اقول انه الامتحان كان كتير سهل وسوبر مبسط، ويعني اكيد هيدا الشيء ما بيأثر على مستوى التلاميذ. هلا هو اكيد بيأثر، بس يعني كمان عم بيساعدونا لانه في تلاميذ مش حاضره ومش ردي ليعملوا امتحانات. ما تعلمت خلال السنه؟ صح 100%. مدارس رسميه. شكرا. ليه عم تضحكي؟ لا لا لا. ليه شو؟ ليه هربتي؟ قل لي شو بتقول للوزير اذا هلا نزل؟ شو بتقول له؟ كان معه حق انه الامتحانات مبسطه، بس انه كان بدنا بعد وقت اكثر خصوصا للمدارس الرسميه لانه ما كانوا جاهزين. بدك من مدرسه رسميه؟ انا مدرسه خاصه ونحن مخلصين منهج اكثر من مره، ومدرستي عامله الواجب وزياده كمان. طيب قد ايه بتتعاطف مع اولاد المدرسه الرسميه؟ ما كتير. انا بس لا، اولاد المدرسه الرسميه ما بتتعاطف معهم؟ بلا اكيد. تلاميذ؟ بلا اكيد. بيك مام. ولا بتعاطف معهم، وقلت لك كمان انه بدهم كان وقت بعد كرمال انه يقدروا يكسروا. طب بس ينزل قله ما تنسى. اكيد. شو
شو المشكلة؟ قولي شو؟ منيح أنا عملت. شو بتقولي له للوزير بس ينزل؟ لا شو؟ إفادات ضروري. شو قولي؟ شو جاي بكره بالفلسفة؟ وأنت كيف عملتي؟ منيح منيح؟ كانوا هينين. أي مدرسة؟ نوتردام دي زانج بادارو. أنت؟ مثله. قد ايه بتتعاطفوا مع اولاد المدرسه الرسميه؟ كثير صراحه، لانه صراحه اتس انفير. نحن رحنا كل السنه على المدرسه وهن انجا شهر شهرين، وفي رفقاتي يعني بشوف ضلهم كانوا عم بيروحوا ل هلا واخذوا بس 3 شابترات مثلا من الفيلو، نحن اخذين كلهم، فانه شوي انه ظلم، ولازم اكيد الامتحانات ياخذوا باعتبار المدرسه الرسميه مش نحن. شكرا لكم. فعلا التعاطف مع اولاد المدرسه الرسميه. مين في هون مدرسه رسميه؟ كيف كانت الامتحانات؟ انا برو. طب كيف كانت الامتحانات؟ منيحه منيحه رواق. قد ايه بتتعاطف مع اولاد المدرسه الرسميه؟ خيلك هن مش دارسين بس انه بينجحوا مفروض. عرفت؟ لازم لازم. يلا على الله. خبرنا عن حضرتك. مرحبا. خبرنا عن حضرتك. ايه قد ايه عمرك؟ لا لا سلام. لا قول قول. بالعكس هذا شيء كتير مهم انك عمرك هالقد وعم تقدم بكالوريوس. حبيبي لا. اذا التلاميذ عم يتحضروا التلاميذ لاجراء الامتحان بالمادة الثانية وهي باللغة الأجنبية، ناس بالفرنسية وناس بالأنجلية. طبعا وزير التربية اعتبر أنه الجهات المانحة لا تشترط على وزارة التربية نسبة معينة من النجاح، بخلاف ما تقول المصادر التي أكدت هذه المعلومة للأس بي آي. لذلك كانت الامتحانات سهلة، ولكن هناك سبب آخر لأن تكون الامتحانات سهلة، وهو عدم حضور تلامذة المدرسة الرسمية بالموسم الدراسي كاملا. يعني المدارس الرسمية عطلت أكثر من 3-4 تشهر كرمال هيك، يعني هن سهلوا الامتحانات اعطاء للفرصة لهؤلاء التلاميذ. فيما يخص البروفي، وزير التربية قال انه بعده لهلأ البحث مستمر بثلاث خيارات فيما يتعلق بالبروفي، ولكن معلومات خاصة للاس بي اي اكدت انه القرار اتخذ ولكن لن يعلن عنه الان، باعتبار انه بده يضل يبين امام الرأي العام بانه هن يبحثون عن مصلحة الطلاب، علما بانه هديك السنة نسبة النجاح بالبروفي لم تصل إلى 70%. والمصادر المعارضة لوزير التربية تقول بأنه الخوف من عدم نشدان أو الوصول إلى هذه النسبة هو اللي خلى امتحانات البروفي تلغى، وبأن ذريعة الحماية الأمنية لمراكز الامتحانات ساقطة، لأنه مثل ما شايفين اليوم هناك قوى أمنية تحرس المدارس التي تجرى فيها الامتحانات الرسمية لشهادة البكالوريا القسم الثاني. شكرا لكم ولمتابعتكم. أنا حسن خريس ورواد جرمانوس، كنا معكم من مدرسة لورم غيزل بالشحروري بالأشرفية.